صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا نظير ولا مثيل له، ولا حيز ولا مكان ولا جهة له، جل ربي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه، صلى الله وسلم عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى بتكبر يا قرآن أنكس من لل يا أيها الذين آمنوا إن أنت يا مناتشو اتقوا الله الله انفروا حق تقاته تقبيه ننفراتشا الله سبحانه وتعالى انفروت ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلم هنا تنجي أتموتوا إلى الله سبحانه وتعالى. درسنا اليوم أحبابنا الكرام سيكون عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. زاري إن شاء الله تعالى درساتنا يمي هنا من دنو عندان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتليبت النجر الناورالن أن النجاجر لنا أمته تشاؤم كليلوش أمته يتليبت عندنا نتبوتشن يمن نايهونال. فالله تعالى جعل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أيسر الشرائع. الله سبحانه وتعالى يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعا كليلوش شريعة وش كليلوش نبيوش شريعة بتأم جرنو يدرجوا مالثنا أكله تال الله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال لمسالك وسدن الأمم السابقة كانت صلاتهم لا تصح إلا في موضع معين مخصوص للصلاة إن بعد المكان أو قرب من منازلهم. يا نبك زيبا فيت كنبي محمد صلى الله عليه وسلم بفيت يا نبروت يا نبياتوش أمتوش يا نبيات أمتوش من نبراء صلاة مسجد ميشلوت معين هنا بوتا لصلاة معين لصلاة يتوسن بوتا لبتش نبرة يسي سجدو ينبرة وما لثنا بيتا تشاو كذا لصلاة كتوسن لا تشاو بوتا بيك أربم بيركم إذا بوتا لهيداو كال سجدو بستكر صلاة تشاو تككلات هون من نبرة. وفي ذلك مشقة كبيرة هي تنشي مشقة له مع التأكيد أن الله ما فرض على عباده شيئا لا يستطيعونه. أكيد برقت أنت الله سبحانه وتعالى بارياوتشو ما يشلوت النجر الله تعالى قديتا على درقم الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله تعالى نفسا كمتشلو بلاي أياس قدداتم يندمو يا لصلاة يتوسن الله شبوتا لي هدو مسجد مشقة بين روم نجر جن يميشلوت نجرنا. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد جعل له ولأمته المكان الذي أدركتهم فيه الصلاة أي وقتها مسجدا لهم، وفي ذلك يسر كبير. أي نبي محمد صلى الله عليه وسلم لساتشونا لأمته تشاتشونا يتدرقوا من دنو ما يتنياهم سو يتنياهم مسلم صلاة يقبات صلاة وقت سيقابة
እሱ ባደረሰው ቦታ ላይ መስገድ ይችላል ማለት ነው እንጂ የተወሰነ የሶላት መስገጃ ቦታ የተወሰነ ብቻ አይደለም የትኛውን ቦታ ላይ ለምሳሌ የሶላት ወቅት ከደረሰ የትኛውን ቦታ ላይ ሰውየው ስግደቱን መፈጸም ይችላል ማለት ነው ይሄ ደግሞ በጣም ገር የሆነ ነገር ነው ማለት ነው ሌላው ለምሳሌ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመት ከተሰጠው ልዩ የሆነ ነገር እንመልከት وانزل الله على سيدنا محمد التيمم بالتراب الله تعالى لرسول صلى الله عليه وسلم بتشا او يا ورد الله تعالى لليلوج امته تعالى وردوا مندنو التيمم بالتراب وها سيتفا تيمم بافر تيمم مدرجن عند فقد الماء او العجز عن استعماله يعني وها كلله ويمسوي وهن متكم عجز كدرجه كالشاله ተየሙምን አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ በውዱእ ፋንታ እንዲያደርጉ አላሁ ተዓላ ወደ ነቢዩ ይህንን ህግ አውርዷል ማለት ነው። ወለም የኩን ዛሊከ ፊ ሸራኢዒ አልአንቢያ ነገር ግን ባለፉት ኡመቶች ላይ ህግጋቶች ምን አልነበረም? ተየሙም አልነበራቸውም። ወለም የኩን ዛሊከ ፊ ሸራኢዒ አልአንቢያ ቀብለሁ ነገር ግን ባለፉት ነቢያቶች ህግጋት ተየሙም አልነበረም። ይህ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰጠ ብቻ ነው። እነዚያ ታዳ ምንድን ነበር የሚያደርጉት? ውሃ ከጠፋ ለምሳሌ ወይም ደሞ አጅዝ ካደረጉ አን ኢስቲዕማል الماء ወሃን መጠቀም ካልቻሉ ምንድን ነው የሚያደርጉት? بل كانوا يتوضؤون ويصلون ውዱ አድርገው ይሰግዳሉ فإن لم يجدوا ما يتوضؤون به ውዱ ማድረግ የሚችሉበትን ነገር ካላገኙ ውሃ ካላገኙ ወይም ደሞ ካልቻሉ ምንድን ነበር የሚያደርጉት? توقفوا عن الصلاه حتى يجدوا الماء يالفوت امتوج كنبي محمد صلى الله عليه وسلم بفيت يالفوت امتوج وها كتفى وها كلا ودو ادرغو يسجدالو وها كليلا جن وها اسكم ياغنيو درس كصلاه يقطبالو معناتنا برسول شريعه جن صلاه وها كليلا سويو ودا افرن تتقمو تيموم ميبالون نغير يادرغال وفي بعض الشرائع በአንዳንድ ሸሪዓዎች ደግሞ እንመልከት ሌላ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰጣቸውንም አብረን ማለት ነው። وفي بعض الشرائع التي مضت كان الشخص اذا عمل معصيه في الليل يجدها مكتوبه على باب داره في النهار عند ሰው ባለፉት উম্মቶች በተወሰኑት ማለት ነው ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፊት በነበሩት উম্মቶች በተወሰኑት ውስጥ አንድ ሰው ወንጀል ከሰራ ለሊት ጧት ሲነሳ የቤቱ በራፍ ላይ ወይሰራ ወንጀል ተጽፎ ያገኛል ሱብሃንአላህ ثم ان من قبلنا من امم الانبياء كان مقدار الزكاه في شرائعهم ربع اموالهم ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፊት የነበሩት উম্মቶች ዘካ የሚሰጡት የገንዘባቸውን አንድ አራተኛ ነበር የሚሰጡት ዘካቸው ግዴታም ይሆንባቸው የገንዘባቸውን አንድ አራተኛ ነበር ወአማ في شريعه سيدنا محمد بشر برسول صلى الله عليه وسلم شريعه جن فقد جعل الله زكاه المال في النقود من الاثمان ربع العشر يا رسول صلى الله عليه وسلم شريعه كتملكتن جن لمثالي ورقنا سيلفر لمثالي كوسدن انذي ሁለቱ ዘካ የሚሰጣው ربع العشر ነው ያንድ አስረኛውን ሩብ ነው የሚወጅበው ማለት ነው ያለፉት ግን উম্মቶች ምንድነው ካጠቃላይ ገንዘባቸው አንድ አራተኛው ነው የረሱል ላይ ግን ምንድነው ለምሳሌ ነቅድ ላይ ከሄድን ያንድ አስረኛው አንድ አራተኛ ነው ማለት ነው የሚወጅበባቸው وجعل الصيام اي صيام هذه الامه ما بين الفجر وغروب الشمس ليلو رسول صلى الله عليه وسلم امتوش كتليو باچو اندو نغر مندناو صوم ميصوموت فجر كفجر انستو صحاي اسكمتلق درسنا غو كوطا جمرو صحاي اسكمتلق درسنا صوماچون ميادرغوت معناتنو اما بعض الامم الذين كانوا قبل هذه الامه لغرغن انداند امتوش رسول صلى الله عليه وسلم كساچو بفيت كانوا يواصلون الليل والنهار بلا اكل ولا شرب ሳይበሉ ሳይጠጡ ቀኑን ይቀጥላሉ ቀኑን ጾመው ለሊቱንም አብረው የሚጾሙበት ሁኔታ ነበር የተወሰኑ উম্মቶች የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሪዓ ግን አይሰሩ ሸሪዓ ከሌሎ ሸሪዓዎች ምን ሆነ ነው በጣም ቀላል ሆነ ሸሪዓ ነው ማለት ነው الله سبحانه وتعالى ያገራው ሸሪዓ ነው وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين تحدث عما حصل معه في ليله المعراج
ለምሳሌ ስለ ሶላት እንነጋገር። ለምሳሌ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ከሰጣቸው አንዱ ሙዕጂዛ ተአምር ምንድነው? ሚዕራጅ ነው። ሚዕራጅ ማለት ወደ ሰማይ ማረግ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በአንድ ሌሊት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ ወደ ቤተ መቅዲስ ከሄዱ በኋላ ከዚያ ተነስተው ደግሞ ወደ ሰማያት አርገዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰባቱ ሰማይ ሁሉ የደረሱበት ሁኔታ አለ። ይሄ ከዚያም በኋላ በዛው ለሊት ነው የተመለሱት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለሳቸው ለተሽሪፊሂ ሳይሳቸው ለዚያደት ተሽሪፊሂ ክብራቸውን ሊጨምርላቸው ዘንድ ነው ወደ ላይ እንዲወጡ ያደረጋቸው እንጂ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሰማያት ውስጥ ስለሚኖር አይደለም። አላሁ ተዓላ አርሽ ላይ ስለሚኖር አይደለም። አላሁ ተዓላ ላ ይህታጁ ኢላ መካን። አላህ ከቦታ አይፈልግም። አላሁ ተዓላ ምድርን ፈጥሯል። خلق الارض ምድርን ፈጥሯል። ላ ይህታጁ ኢላ الارض ከመሬት አይፈልግም። خلق السماء ሰማይንም ፈጥሯል። فليس بحاجة الى السماء ሰማይንም አይፈልግም ማለት ነው። አሀ خلق العرش አርሽንም የፈጠረው አላህ ነው። فلا يحتاج الى العرش አርሽንም አይፈልግም ማለት ነው። ቦታን አይፈልግም። الله سبحانه وتعالى كان قبل كل شيء ከሁሉም በፊት የነበረ ነው። ረሱል እንዳሉት كان الله ولم يكن شيء غيره الله نبر ሌላ ነገር ሳይኖር አሉ ረሱል صلى الله عليه وسلم። ቦታ ደግሞ አላህ አይደለም። ከቦታ ከአላህ ሌላ የሆነ ነገር ነው። ረሱል ደግሞ አላህ ብቻ ነበረ ምንም ነገር ሳይኖር ብለዋል። ቦታም ሳይኖር አላህ ነበር። ስለዚህ ለመኖር አላሁ ተዓላ ቦታ አያሻውም፣ ቦታ አይፈልግም ማለት ነው። እና ታዲያ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚዕራጅ ያደረጉበት ምክንያት ምንድን ነው? አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ የእሳቸውን ሸረፍ ሊጨምርላቸው ነው። ቢኢጥላዒሂ ዐላ ዐጃኢበ في العالم العلوي بلاኛው ዓለም ያለውን አስገራሚ የሆነ ነገር رسول صلى الله عليه وسلم እንዲያዩ ለማድረግ ነው ማለት ነው። الله سبحانه وتعالى رسولن معراج እንዲያደርጉ ያደረጋቸው እና በዚያን ለሊት رسول صلى الله عليه وسلم የሆነ ቦታ ላይ ሲደርሱ رسول ምን አሉ? فأوحى الله إلي ما أوحى الله تعالى وحي وردልኝ አሉ። ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة الله تعالى وحي وردላቸው 50 صلاه በቀንም በሌሊትም እንዲሰግዱ ማለት ነው። فنزلت الى موسى ከዚያ ወደታች ወረድኳሉ። መጀመሪያ የሆነ ቦታ ላይ ሲደርሱ وحي وردላቸው الله سبحانه وتعالى 50 صلاه ግዴታ እንዳረገባቸው። ከዚያ 50 صلاه ይዘው ወደ نبي الله موسى ሲወርዱ نبي الله موسى ምን አሉ? فقال ما فرض ربك على امتك አላሁ ተዓላ በኡመቶችህ ላይ ምን ግዴታ አደረገ አላቸው። ሱብሓነላህ። ነቢዩላህ ሙሳ ከዚያ በፊት ከሞቱ 1000 ዓመት በላይ ያለፏቸዋል። እና ለምን ተገናኙ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር? ለምንድነው አላሁ ተዓላ ሙሳን ከቀብራቸው እንዲወጡ አድርጎ ሰማይ ላይ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲቀበሏቸው ስላደረገ ነው። የነቢያቶችን አካል አፈር አይበላውም። الله على كل شيء قدير الله ደሞ በነገራቶች ላይ ቻይ ሆነ ጌታ ነው። እና ሙሳ ምን አሏቸው? ሙሳ ከመቱ በኋላ ነው እንግዲህ الله سبحانه وتعالى ከረሱል ጋር እንዲገናኙ ያደረጋቸው። فقلت 50 صلاه رسول ምን አሉ? 50 صلاه الله ግዴታ አድርጎብኛል አሉ። قال ارجع الى ربك اي الى المكان الذي تتلقى فيه الوحي من ربك فالله موجود بلا مكان ምን አሏቸው? መጀመሪያ ወሂ ወደ ተቀበልክበት ቦታ ተመለስ አሏቸው ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። فسألوا التخفيف اللهنم እንዲያቀልልልህ ጠይቀው አሉት። فإن أمتك لا يطيقون ذلك ምክንያቱም ያንተ ኡመት 50ውን አይችሉትም። قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم እኔ በኑ እስራኤሎችን ሞክሬ አይቻቸዋለሁኝና ይሄ 50 ሶላት አስቀንሳሏቸው ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እዚ ጋር አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሰማይ አለ ማለት አይደለም። ለምን? አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለ ነቢዩላህ ኢብራሂም ምን አለን? ወቃለ ኢኒ ዛሂቡን ኢላ ረቢ ሰየህዲን። ነቢዩላህ ኢብራሂም ምን አሉ? ወደ ፍልስጤም ሲሄዱ ኢኒ ዛሂቡን ኢላ ረቢ አሉ። ኢላ ረቢ ማለታቸው ነቢዩላህ ኢብራሂም አላህ ፍልስጤም ነው ያለው ወደ ጌታዬ። እዚ ጋር ኢላ ረቢ ማለት አላህ ፍልስጤም አለ ማለት አይደለም። ምን ማለት ነው? ማናው ትርጉሙ ማለት ነው? ኢላ ሐይሱ ወጀሃኒ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ አላሁ ተዓላ ወዳዘዘብኝ ቦታ እሄዳለሁ ማለት ነው። ቃል
فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي رسول صلى الله عليه وسلم نالو ورزا مجمرا وحي ودورد الله شو بوتاب مهيد الله كأمتو شلي أقلل الله شوالو فحط عني خمسة أمستثك أنسا لنالو فرجعت إلى موسى ودى موسى متأونا فقلت حط عني خمسة أمستك أنسا لنالو الكوات شوالو قال موسى منالو إن أمتك لا يطيقون ذلك أمتو شيكو إهنن ميشلو أيضا لم فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف تملسنا وحي ودورد الله بوتا انديك على الله تأيك أولو قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى أي المكان الذي كنت أتلقى فيه الوحي من ربي وبين موسى عليه السلام رسول صلى الله عليه وسلم كموسى ودزا بوتا يملسالو حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة ما ترش علي من الوحي ورا لا تشاو أنت محمد هوي أمست صلاة بلليت النبك أن قديت أنا لكل صلاة عشر ليندن صلاة أسرى سرك في ياسين راو فذلك خمسون صلاة يام خمسة صلاة يكترر أم الصلاة أجرقن يام سا صلاة نو تبالو مالتنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة من النوزيقى من مارو نقر نبي الله موسى نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى يرسل أمة تكمل عند سو سايهون هل تسو أم سو سايهون يرسل أمة تكمل ما شين أغنيتك أموت كموتو بهوالا نبي الله موسى كموت بوالا أمهون تكموال سلازي أندان دساو يموت ساو أي تكم مميل ساو الله سبحان الله عندئذ نبي محمد صلى الله عليه وسلم بهوتم يالو كموتم بوالا لأمتو تشاچو يتكمالو نبيو تشمي تكمالو برغت نعم أهون الزيقاء يتنقاقرني يالناو سلا نبيا سلا نبينا سلا ولينا النزيد مو عندما ننيوم ساو أيد اللوم مالثنو أما الوضوء فقد فرض عندما فرضت الصلاة وضوء قد ما شينو قديتا هنا صلاة قديتا ستون وضوء ما برو قديتا هنا وليس هو من خصائص هذه الأمة وضوء ما درك يزيج أمة بتشا يتليج بتاي دلم كرسول بفيتم ينبرت أمتوش وضوء يدرقو نبر تيمم قد يزيج أمة خاصية نوم عدثنا لكنه لم يكن في غير هذه الأمة الغرة والتحجيل فإنه ما من خصائص هذه الأمة نقر قد كزيج أمة بفيت من النبرم غرنا تحجل مبالوت نقر اللوم لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزهم رسول من يدلو إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء رسول صلى الله عليه وسلم من ألو يني أمتك يوم القيامة كوضوء فانا يتنسى يوم القيامة غرا محجلين هنا يتقرى له يهب غرا محجلين سلهنو بزيه أوك أجوال له ألو رسول صلى الله عليه وسلم يا رسول يوم القيامة كسا أجو يهونتن ملايوت من هنو سيأغنو أجونا أمتك أجو غرا محجلين هنو سيأغنو أجو إن زياني أمتنا أجو ميلون ياك ألو من مالتنا أي أنهم بإطالة الغرة أي زيادة شيء مما حول الوجه في غسل الوجه في وضوئهم وضوء بازي أمت لابتشا خاص يونا إلى اللهم كزي كرسول أمت بفيت من نبروت يا نبيات أمتوش وضوء نبراتشو نقر قن غرى إلا تشوم يا مالت يا رسول قن غرى إلا تشوم من مالت نوحي وضوء سيادرق أندساو فيتون سياتب كفيتوم بفيت زوريا يا اللون قن يفيت كفل يا لونون سفارقو أميات أبكونا يا سويو يا برا اللتال يوم القيامة كفيتوش أماريه هنا ومالتنا محجل مالت دمو وزيادة شيء مما فوق المرفقين والكعبين في غسل أيديهم وأرجلهم لمسالي أندساو وضوء سيادرق إقروم ما تبقى ديتال لبت اسكا من دنو قن اسكا كورتش امتميتو نو ما تبقى ديتال من أبرو كنا كورتش امتميتو مالتنا كذا كف بلو ما تبقى إيهي ميودد نقر نو يعني ما تبقى هنا كذا كف بلو قديتان بايهون نقر قن يوم القيامة يا ان يا برا التي ما تقل الجنوم سياتب قديتان ونو الجنوم ما تبقى وضوء لاي كنا كرنو ما تبقى اللبت كنا كرنو كات أولا ودل لاي دمو تنش مجم مري ودل لتال كان ودل لاي أبرو كرنو بلاي مري يا تحجيل أدر رقاي بلال يعني يا بوتا يا برا التال يوم القيامة إيه برا بليلا أمتي عالنبرم
يوم القيامة رسول صلى الله عليه وسلم أن عند سوتشين لما صلي كورجيم جيم تاچو بلا يالو كفل أبرتو سيايو ككرناچو بلا يالو كفيتاچو زوريا يالو أبرتو يبر راسيايو نور بنور هونو سيايو رسول صلى الله عليه وسلم النزيه يعني أمتوش ناتشاو النزيه يعني أمتوش ناتشاو ميلون نجار ياو قالو مالتنا. ومن خصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول صلى الله عليه وسلم أندو تليبت نجر أنه هو أول من يأخذ بحلقة باب الجنة يستفتح مجمر يا سو جنة كما قبات أشوف فيد يا جنة براف كل في داو يميزت لما سكفت رسول صلى الله عليه وسلم ناجو فيقول الملك خازن الجنة الموكل بها من جنة براف لي يتوكلوا ملائكة ملك من لا تشوال كملائكة أندو يهناو من نو نلال فيقول محمد رسول من يلتال محمد نعني يلتال فيقول الملك يا ملك من يلال بك أمرت أني لرسون دكفتن ويتعزز كوت لأفتح لأحد قبلك لار كارسو بفيت لما نم الكفت ميلات شوال رسول صلى الله عليه وسلم مجمر يا جنة هيدا ومياس كفتوت رسول نبي محمد صلى الله عليه وسلم ناتشو. ومن خصائص هذه الأمة كزج أمة دمو خصية وأندو مثل يبت نجار كليلوش أمتوش ما ورد في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون أي الآخرون وجودا السابقون دخولا الجنة رسول منالو نحن الآخرون السابقون إن يوم الرشاوش أمتوشنا بمجنيت بمنور دنيا لا بمنور يوم الرشاوش أمتوشنا كن يبوها لا للا أمتها يمت آمال رسول صلى الله عليه وسلم جن السابقون رسول إنيان كدامي وشو متى رشام بنون إنيان كدامي وشوالو من معرفنا السابقون أي السابقون دخولا الجنة جنة بمقبات كدامي وشو إنيان بمنور دنيا لا بمنور متى رشاي مت أنا وإني بنونم جنة جن من جباو يمجمر أمة يمجمر أمة يا رسول صلى الله عليه وسلم أمة ناو معرفنا جنة مجمر يا رسول صلى الله عليه وسلم يقبلو كذا للو شيء نبياته يقبلنا كذا أمته سبالو يا رسول صلى الله عليه وسلم أمة وش مجمر يا جنة ميقبو يهونا له معرفنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونسألك الفردوس الأعلى يا رب العالمين اللهم حسن ختامنا يا الله يا الله يا الله بجاه الأولياء والصالحين هذا وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إذا ريوت مرتاتشين إهني مسلال كالسنة فيكا كويتا ونيادرقو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.